الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين العجب بالنفس. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. العجب حمق وسفاهة وجهل وآفة. ففي الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العجب رأس الجهل. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: العجب رأس الحماقة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: آفة اللب العجب. ففي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دخله العجب هلك، ومن أعجب بنفسه هلك، ومن أعجب برأيه هلك. وإن عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. فقيل: يا روح الله، وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه، الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟ اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.